المشاركة هي الطريقة التي نتفاعل بها ونمارس فيها حقوقنا. في الأزمات قد تكون قدرة الأشخاص على المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية محدودة، لكن الحياة بدون القدرة على المشاركة في القرارات التي تؤثر علينا يمكن أن تقلل من الإحساس بالكرامة وتؤدي إلى انعدام الاعتماد على الذات واحترامها. يمكن لمجتمع النازحين تحديد احتياجاتهم على أفضل وجه، وإدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها مسؤولة عن التأكد من تمثيلهم في جميع مستويات الاستجابة الإنسانية. يجب شمول النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المعرضة لخطر الإقصاء من المشاركة بشكل ممنهج بطريقة آمنة عبر استخدام أحدث الأدوات والأساليب. تذكر، المشاركة حق أساسي من حقوق الإنسان.